سلم فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلا رئيس جمهورية جيبوتي أوراق اعتماد سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة كسفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين لدى جمهورية جيبوتي والمقيم في الرياض وقد نقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لفخامة رئيس جمهورية جيبوتي بموفور بالصحة والعافية ولشعب جيبوتي المزيد من التقدم والازدهار من جانبه كلف فخامة الرئيس اسماعيل عمر جيله سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة بنقل تحياته لجلالة الملك المعظم ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لهما بمنفور الصحة والسعادة معربا فخامته عن تطلع جمهورية جيبوتي للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين وتطويرها في مختلف في المجالات بما يعود بالخير والمنفعه على البلدين والشعبين الشقيقين